في كل تغطية دوما تجدوننا، من نور لقياكم تسمو شاشاتنا. في كل تغطية دوما تجدوننا، من نور لقياكم تسمو شاشاتنا. بمناسباتكم يحلو اللقاء لنا، منكم لكم وبكم دوما نحن هنا. بمناسباتكم يحلو اللقاء لنا، منكم لكم وبكم دوما نحن هنا، دوما نحن هنا. حياكم الله متابعينا في برنامج نحن هنا، نحن هنا في الحفل التكريمي لأصدقاء المجلس البلدي. تابعونا وخلوكم ويانا في التغطية. دوما نحن هنا، دوما نحن هنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. صباحكم خير الأوطان، صباحكم أمن وأمان، صباحكم اطمئنان، صباحكم تجديد البيعة في ذكرى تولي الحكم للملك سلمان. حضورنا الكريم، السيدات والسادة، ليس لكم من أطيب التحيات إلا أجملها، ولا يوجد خير من تحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تبنى المجتمعات بسواعد أبنائها الكرام، ممن يسخرون حياتهم وأوقاتهم لخدمة مجتمعهم، وذلك دون انتظار أي مقابل. لكن إن كانوا على هذا القدر من التجرد، فحقهم علينا التكريم والتقدير. فاليوم نحن نلتقي معكم لتكريم أصدقاء المجلس البلدي بمدينة الرياض، الذين تفانوا في خدمة المجتمع من تلقاء أنفسهم، ليس بطلب من أحد، ولكن هذه أرواحهم الكريمة. حضورنا الكريم، خير ما نبدأ به حفلنا هذا آيات من القرآن الكريم. حضورنا الكريم، السيدات والسادة، للمجلس البلدي بمدينة الرياض جهود متعددة وتنظيمات ومبادرات وجولات نتعرف عليها بشكل أكبر مع هذا العرض التعريفي الذي يقدمه الأستاذ إبراهيم العنزي رئيس لجنة العلاقات والشراكات بالمجلس، فليتفضل. دشن المجلس البلدي بالرياض في جلسته 39 المنعقدة بتاريخ 6/5/1439 برنامج أصدقاء المجلس البلدي، الذي يهدف إلى تفعيل المشاركة المجتمعية وتفعيل دور المواطن في المراقبة الرقابة على الخدمات البلدية، بالإضافة إلى مساعدة عضو الدائرة في رفع واقع الأحياء من خلال عيون خبيرة بمجريات الأمور. طبعا لها طريقة لاختيار أصدقاء المجلس، كذلك أعد فريق بلدي الرياض استبانة معينة ومعايير لاختيار أصدقاء المجلس، وعددهم 120 عضو، بالإضافة بواقع 12 عضو في كل دوائر الرياض العشرة. أصدقاء المجلس البلدي هم عبارة عن مجموعة مختارة من وجهاء الأحياء والمهتمين بالشأن البلدي، والأشخاص الذين يمتلكون اهتمامات خاصة بالعمل البلدي
تؤهلهم للتفاعل مع المجلس، وذلك من خلال آلية معينة يتم التوافق حولها، وأنتم خير ما يمثل أصدقاء المجلس البلدي. شاهدوا الآن في تعديل المجلس البلدي في قانون خلال 21 شكرا للأستاذ إبراهيم العنزي رئيس لجنة الشراكات والعلاقات العامة بالمجلس. مثل ما شاهدنا وإياكم في هذا العرض وهذه المبادرات وهذه الإنجازات وأيضا هذه الجولات الميدانية للمجلس، ما قامت إلا بروح الفريق وفريق الجماعة بالمجلس البلدي وبقيادة سعادة رئيس المجلس البلدي بالرياض الأستاذ خالد بن عبد الرحمن العريدي الذي يتفضل الآن بإلقاء كلمة المجلس البلدي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يطيب لي في هذا الجمع المبارك لنخبة طيبة من أهل العزم والمبادرة والريادة التي حملت على عاتقها تقديم نموذج حي للمواطنة النموذجية الملتزمة بالممارسة الواعية لتفعيل دور المواطن في الرقابة على الخدمات البلدية. كما يطيب لي أن أرفع أوفى آيات الشكر والتقدير وأتمه لهذه الثلة المميزة من أبناء الوطن الغيورين على الصالح العام لجميع ما قدموه من تعاون ودعم كبير لبرامج المجلس وأنشطته. وإن كانت مبادرة المجلس البلدي لمدينة الرياض لإطلاق برنامج أصدقاء المجلس البلدي طموحة ومتفائلة إلى حد كبير، غير أن تجاوبكم الرائع وروح المبادرة لديكم فاقت توقعاتنا ورفعت سقف طموحنا، مما جعل من هذا البرنامج نموذجاً فريداً يباهي المجلس نظراءه على مستوى المملكة حتى غدا رسماً يقتدى به. الإخوة والأخوات الأعزاء أصدقاء المجلس البلدي، استهدف المجلس في هذا البرنامج تفعيل المشاركة المجتمعية عبر التعاون مع المهتمين بالشأن البلدي من الوجهاء والأشخاص الراغبين والمؤهلين للتفاعل مع أنشطة المجلس وفعالياته المختلفة الهادفة إلى تطوير الخدمات البلدية بما يلبي تطلعات ساكني مدينة الرياض. وإن هذا اللقاء الطيب هو استمرار لسلسلة العمل والتكريم المستحق، فإن العمل الطيب جزاؤه الثواب والإحسان من الله، وصداه يتردد بين الناس ذكرا طيبا ومحمودا، فضلا عن تحقيق هدف المجلس المتمثل في تفعيل دور المواطن في الرقابة على الخدمات البلدية والعمل على تجويدها ورفع مستواها. وهكذا ما سيكون بفضل الله وتوفيقه أولا، ومن ثم بجهودكم الحثيثة والمخلصة لسد الثغرات
وتحسين الخدمات المقدمة، وإنني إذ أشكر جميع الإخوة أصدقاء المجلس باسم الأعضاء جميعاً، لا أسأل الله لي ولكم التوفيق والإعانة في سائر أعمالكم لما فيه خير بلادنا وأهلها، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حضورنا الكريم، لطالما اعتمد المجلس البلدي على أعين أصدقائه لرصد الملاحظات وإبداء المرئيات فيما يخص أحياء مدينة الرياض، وبالتأكيد كان أصدقاء المجلس البلدي كفؤاً لهذه المهمة وعيناً راصدة للمجلس البلدي. يتفضل الآن الأستاذ يوسف بن سليمان الهاجري لإلقاء كلمة أصدقاء المجلس البلدي. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم بكل خير. سعيد جداً أن نلتقي نحن أصدقاء المجلس البلدي مع الإخوة في المجلس البلدي اليوم مع هذا الصباح نتبادل نحن وإياكم هذه الإنجازات الطيبة المباركة لصالح وطننا الغالي، وهي فرصة أيضا أن نجدد البيعة لخادم الحرمين الشريفين في الذكرى السادسة لولايته، وأسأل الله جل وعلا له ولقادة بلادنا تمام الصحة والعافية والأمن والأمان له ولبلدنا ولوطننا الغالي. لسنا اليوم أمام المدح والثناء بيننا وبين المجلس، فنحن كأصدقاء كان واجبنا أن نقدم كل ما لدينا من مقترحات وانتقادات ومطالبات تحسينية تساهم في رفع مستوى الخدمات البلدية ذكوراً وإناثاً. وما نحن في مكان التشريف إطلاقاً، إنما نحن في مكان المسؤولية المطلقة الوطنية الجادة التي ترى وتسعى من أجل رفع مستوى هذه الخدمات، وليس غريباً على كل مواطن غيور في مملكتنا الغالية أن يكون عوناً ومسانداً في رفعة هذا الوطن. وما نحن إلا أن نسير في رؤية 2030 التي يتبناها قادة هذه البلاد، ونحن جميعاً صفاً واحداً من أجل العناية بتحقيق رفاهية المواطن وجودة الحياة، وأن يكون مجتمعاً حيوياً. وها نحن اليوم نتحايا نحن وإياكم من أجل رفع مستوى الخدمات البلدية في مدينة الرياض، وليس غريباً بإذن الله تعالى أن نحقق المزيد من النجاحات والإبداعات التي تساهم في رفاهيتنا جميعاً والتي يسعى لها قادة بلادنا. ونحن اليوم نقول للمجلس البلدي أيضاً مرة أخرى، لسنا من أجل التكريم نحن هنا، ولم نكن أصدقاءً بكلمة صديق، بل نحن شركاء مع المجلس البلدي في رفعة مستواه وتحقيق مطالباته وأهدافه وتنميته وتحقيق خطته التشغيلية، بل إلى أكثر من ذلك، إلى كل ما يخدم المواطن داخل أحيائنا وفي مدينتنا. بإذن الله أن كل إخواني أصدقاء المجلس، وأنا أقول هم شركاء المجلس البلدي، سيكون عوناً للمجلس ولأمانة منطقة الرياض ولكل ما يخدم هذا الوطن، سائلاً الله جل وعلا تمام الصحة والعافية لكم جميعاً. وشكراً للمجلس البلدي أيضاً على هذه المناسبة، وشكراً لإخواني وأصدقائي وشركائي الذين هم كل يوم يساهمون ويشاركون في جميع أحياء مدينة الرياض لنقل وهموم المواطنين في أحيائهم، فبارك الله فيكم. وشكراً أن سمحتم لي أن أكون نائباً لكم أن أتكلم وأتحدث نيابة عن جهدكم وعطائكم، فشكر الله لكم وبارك فيكم، وشكراً مرة أخرى للمجلس البلدي، وعانكم الله وسددكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دوماً نحن هنا، دوماً نحن هنا، تغطية دوماً تجدوننا، من نور لقياكم تسمو شاشاتنا، في كل تغطية دوماً تجدوننا، من نور لقياكم تسمو شاشاتنا، بمناسباتكم يحلو اللقاء لنا، منكم لكم وبكم دوما نحن هنا، دوما نحن هنا، دوما نحن هنا. حياك الله أستاذ عبد الله المالك. بداية أستاذ عبد الله، مبروك تقديرك اليوم في هذا الحفل الذي جاء تتويج للخدمات المقدمة، وكذلك لمراقبة الخدمات المقدمة من البلدية للمواطنين. بداية حدثني عن تواصل واقتراب المجلس من المواطنين. حقيقة أول شيء أنا أشكر المجلس على دعواتهم لي اليوم وتكريمهم،
وهذا أعتبره شرف الحقيقة. وما قدمته من مقترحات أنا أعتقد أنها قليلة في حق المجلس والوطن والبلد، وإن شاء الله يعني بعد هذا اللقاء أعطاني دافع أكثر أني أبذل جهد كثير وتواصل أكثر. وسعدت كثير في هذا التقرير اللي شاهدته اليوم، أثبت لي مدى الجهد والتواصل الكبير من المجلس المواطنين، وتصوري أنه في نتيجة هذا الجهد حيكون فيه نتائج قريبة. صحيح أنه ليس كل ما يقترح ينفذ، قد تكون هناك بعض المعوقات والإجراءات اللي تؤخر بعض، ولكن كل يعني جهد لابد أن يطلع ولو بجزء يسير منه. وإن شاء الله أنا متفائل من هذا التقرير اللي شفته اليوم أنه حيكون فيه نتائج. والتواصل حقيقة أنا كنت أعتقد أنه تواصل المجلس مع المواطنين أقل من ما كنت أشوفه اليوم، ولكن اليوم اللي شفته اتضح لي أنه فيه فعلا ارتباط كبير بين المجلس وبين المواطنين، ونتمنى لهم إن شاء الله التوفيق وأن الله يعينهم ويسدد خطاهم في هذا العمل. حياك الله أستاذ يوسف الهاجري، بداية ألف مبروك التكريم اليوم في المجلس البلدي. كذلك حدثني عن اقتراب المجلس البلدي من المواطنين، وكذلك في تواصلهم ورؤيتهم لملاحظات المواطنين. أهلا وسهلا بكم، اليوم سعادتي غامرة أن أكون شريكا مع إخواني في المجلس البلدي، وأنا اليوم أقول ليس نحن في أمام تكريم أصدقاء المجلس إنما شركاء المجلس، فنتشارك من أجل تقديم ورفع مستوى الخدمات البلدية المقدمة في مدينة الرياض. وكان هناك جهد رائع وتواصل مستمر ومميز من المجلس البلدي وجميع أعضائه في تحقيق مطالب ومقترحات وملحوظات أهالي الأحياء في مدينة الرياض، وهذا ليس غريبا عليهم، فالمجلس البلدي هو الذي ينقل صوت المواطن للجهات المسؤولة وخاصة في أمانة منطقة الرياض والجهات المشاركة. شاكرا لهم وأيضا لكم هذه المبادرة الرائعة، وإلى مزيد من النجاحات للمجلس البلدي ولكل من يعمل ويخدم في مملكتنا الغالية المباركة. أستاذ يوسف، كيف رأيت انطباعك اليوم عن الحفل الذي قام في التكريم؟ اليوم الحفل كان مليء بالروح المحبة والصداقة والشراكة والتعاون والشفافية المطلقة بقيادة رئيس المجلس الأستاذ خالد عريدي يعطيه العافية أبو عبد الرحمن، الذي يبذل جهده ووقته مع الأعضاء من أجل تحقيق هذه الروح الطيبة بين المواطنين وبين المجلس لتحقيق أهداف المجلس ورفع مستوى الخدمات. شاكرا لهم ومقدرا هذه الروح الطيبة وهذا الحفل الجميل. شكرا لك موصول أستاذ يوسف الهاجري، يعطيك ألف عافية. حياك الله أستاذ خالد العريدي رئيس المجلس البلدي. بداية أستاذ خالد، كيف رأيت اليوم انطباعك عن التكريم اليوم والحفل؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعا اليوم كان عندنا حفل تكريمي لأصدقاء المجلس البلدي لبرنامج انطلق قبل 3 سنوات تقريبا. اليوم احنا نكرم حقيقة نخبة وثلة من المواطنين المتفاعلين مع المجلس خلال الفترة الماضية. كان هناك معايير لاختيار المكرمين، يمكن كان من أهم المعايير مشاركتهم الفاعلة في الجولات الميدانية وفي اللقاءات المباشرة وفي ورش العمل اللي نظمها المجلس خلال الفترة الماضية. طبعا بلا شك أن المجلس هو صوت المواطن، وبالتالي من أهم أولوياته التواصل مع المواطنين. اليوم احنا نؤكد من خلال هذا اللقاء أن المجلس كان وما زال سيستمر بإذن الله تعالى في التواصل مع المواطنين، وفي أيضا الاستمرار معهم في أن نكون نشكل فريق عمل واحد لتطوير وتحسين الخدمات البلدية في مدينة الرياض. نحن في المجلس البلدي باسمي وباسم أعضاء المجلس نشكر جميع أصدقاء المجلس المكرمين، نعتز بالشراكة معهم، وحقيقة أيضا احنا نعتبر جميع سكان مدينة الرياض هم أصدقاء للمجلس البلدي. يعطيك العافية، كان معنا الأستاذ خالد العريدي رئيس المجلس البلدي، شكرا جزيلا. دوما نحن هنا، دوما نحن هنا. حياكم الله متابعينا، هذه كانت فعالياتنا اليوم وتغطيتنا للمجلس البلدي وكذلك لحفل تكريمي بأصدقاء المجلس وكذلك اللقاء بالجهات الإعلامية المشاركة. تابعونا في حلقاتنا القادمة، كان معكم شارل رشيد من المجلس البلدي.
تجدوننا من نور لقياكم تسمو شاشاتنا في كل تغطية دوما تجدوننا من نور لقياكم تسمو شاشاتنا بمناسباتكم يحلو اللقاء لنا منكم لكم وبكم دوما نحن هنا بمناسباتكم يحلو اللقاء لنا منكم لكم وبكم دوما نحن هنا دوما نحن هنا